بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا رب العالمين. يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عبد عيسى بن مريم ابن ما أيوه ابن مريم وجيها في الدنيا أي قدر عالي إلي اليستر برمي لرار اليستر وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يعني وجيه كنا ملا رفيع القيمة عند الله وعند العارفين بأهل الله. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. لا نرجو للنجاشي رضي الله عنه وقت اللي كاد يحيف عن الحق بفعل خطاب المشركين اللي جاوا باش ينالوا من الطيار عليه الرضوان واصحابه، كان لساد يفعل عنهم سيدنا جعفر عليه الرضوان كان يدخل كلام وصف حال ما قبل الإسلام وحال المسلمين الأوائل عليهم رضوان، فباش غلب كونوا وقت اللي النجاشي طلب منه دليلا يدينهم مش كما قالوا القريش اللي يذم وهو يسب سيدة مريم عليه السلام وابن عيسى عليه الصلاة والسلام. منا هو أورد في الحال ما نزل في تقريب سورة مريم في شأن الأم البتول عليه السلام والابن الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من روح الله سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله.